السلام عليكم، رجعتوا من فيديو جديد. فيديو اليوم ثاني على سعر لعبه كما قلت لكم فيديو البارح. اللعبه هذه اللي جبت لكم فيديو اليوم اللي هي واتش دوغز ليجن. اللعبه هذه اخر لعبه خرجت من واتش دوغز، ولعبه بزاف شابه سورتو. الفايس تاع هاكر واسمو داخل اللعبه، الفايس تاع هاكر وهذوك الفايس تاع لي جو سلسله تاع واتش دوغز كامل. لعبه بزاف شابه سورتو الجرافيك تاعها هايل. ومن قبل خرجت في البي سي برك، عندها واحد الشهر خرجت في البي سي برك، وهاد الايام عاودوا طلقوها في البلاي 4 و نورمالمون ثاني كاينه في بلاي 5 باينه تكون بلاي 5 لعبه كيما هذه. وقبل ما نشوفوا سعر اللعبه هذه شحال يدير، ما تنساوش تشتركوا في قناه دوك شو كاين نديروا جيم فيديو ابارشوا صنكم اذا حبيتوا الانستغرام تاعي تقفلوا وسحب لي ابوني. وين نبداو؟ هم تصاور سيدي تاع اللعبه هذه كما اغلب العاب تاع بلاي ستيشن. هاي اللوغو تاع واتش دوغز هذاك اللي جاي هكذا، هاي ليك هاي كيفاه. بالنسبة لسعر اللعبة هذي اوليك دير 1,050,000، نفسها كيما سعر الالعاب هذوك. اللعبة هذو اللي خرجوا هاد المرة كامل غاليين، و شو خرجوا ضربة وحدة كامل غاليين، ما فهمتش علاه انا كدارهم غاليين. ممكن بسبت كي العاب زعما كيما اكثر العاب زعما اللي يكونوا دايرين ضجة كبيرة ولا لعبة من شركة كبيرة تدخل غالية. هذه دائما تصرف في الالعاب كيما فيفا كيما واتش دوغز كيما جوتيا فا 6 اللي كانت تخرج غاليه، كيما ريديت كيما العاب من روك ستار، كيما بزاف العاب مشهورين كن غير يخرجوا كيما سبايدر مان ثاني، كيما وصلوا لعبه ثاني درنا كيما كول اوف ديوتي كولد وار. اي لعبه تخرج غير كيما تخرج غاليه، تخرج يكون زعما ليها شعبيه كبيره ولا الشركه اللي خدمتها معروفه ولا اللعبه هذيك معروفه في السلسله تقدم تجي غاليه ومن بعد تبدا تنقص. ما ننصحكمش كامل تشراو بهاد السعر هاد الايام برك اللي زعما حبيش ليها ولا على خاطر راهي بسعر غالي بزاف يوم متبع به، ما خاطش مع الوقت تبدا تنقص، ما حش تبقى بهاد السعر الغالي بزاف. وهذا مكان عندي فيديو اليوم، ان شاء الله يعجبكم فيديو فتكم به. كيما قلت لكم اشتركوا في قناه داك اشتركين ديروا جيم فيديو برسو صوك تعبيتو انستغرام تاعي تقفلو وسحب لي ابوني. وانا درت لكم العاب من قبل اللي يحب يعاود يشوفهم يروح يشوف اسعار. قول لي واش من لعبه كحب تشوفوا السعر تاعها ولا قول لي واش عفسك حاب ندير لكم عليها فيديو. وهذا مكان عندي فيديو اليوم، ان شاء الله يعجبكم فيديو فتكم به ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.